أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: حقيبة مشبوهة تستنفر أمن البيضاء. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. عرف شارع الجيش الملكي وبالضبط بالقرب من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ظهر اليوم الأربعاء نوعا من الارتباك والهلع بسبب العثور على حقيبة مشبوهة. وحسب مصدر لوسيت أنفو، فإن مواطنين قاموا بإبلاغ المصالح الأمنية بوجود حقيبة من الحجم الكبير بالشارع العام ليتم فتح تحقيق عاجل في الموضوع. وحضر عناصر الأمن والشرطة التقنية والعلمية إلى عين المكان من أجل التحقق من الحقيبة المشبوهة. حسب المعطيات الأولية، تبين أن الحقيبة فارغة ويبدو أن شخصا نسيها بالشارع العام.